السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نهضوا على النتيجه تاع الفريق افون نهضوا على الشخص. دونك لا ليزون اسلام حنا على بالنا يعطيل بزاف المنتخب طاب بزاف المنتخب ودائما يبين الحماس وتوت لانفستيسمون اللي لازم لها كيجي المنتخب عنده الصح عنده 100% الحب المنتخب الوطني. Donc il c'est un long parcours où il de se retrouver avec des grands attaquants comme Abdel Hafid Tasfaout et voilà, c'est une bonne chose. 8-0 premier match dans les éliminatoires, il y a pas un début meilleur que ça. Bien sûr, حنا بغينا نبداو بالنتيجه ايجابيه. اكيد اليوم باينه بلي نتيجه ايجابيه. وانا جيمي لا رياكسيون ديال المدربهم اللي جا عندي وقال لي شكرا على الاحترام باسكو هادي الاحترام الصح هادي الاحترام الصح راك في التيران و تي برون ليكيب او سيريو تري او سيريو ما يكونش لي زاكسيدون. رانا نشوفوا لي زوت ماتش تصفيات كاس العالم لي زوت ايكيب سينيغال زون غاني 2-0 ديفيسيلمون لو مالي 1-0 كونتر لي سودو بيتيت ايكيب pour dire que Billy Machi c'est le Gabon avec leur joueur leur bon joueur que l'on connaît qui a perdu contre la Libye. Donc il faut faire très très attention. Burkina qui a gagné 2-0 par contre. Burkina qui gagne 2-0, on va bien analyser le on les a évidemment bien analysé. On va نزيدو نتعلموا على هذا المباراه اللي لعبوها مع النيجر, on fera d'une pierre deux coups. Mais bon, notre prochain adversaire c'est le Burkina. ان شاء الله مباراة على بالنا باللي مباراة صعيبة ومباراة بصح مباراة مهمة وحنا نروح نلعبوا معاهم بالطموح وبهدف. بعيدا عن النتيجة راضي على الأداء التكتيكي تاع اللاعبين لومبلاسمون تاعهم خاصة اللاعبين اللي أقحمتهم يعني على غرار زرقان و... لا الحمد لله فريمون ما عندناش فو با فيغ لا فين بوش كما يقولوا. على بالنا باللي دي فريق نقولوش افيك تو مي ريسبي فريق ضعيف ولكن faut faire le travail. Les joueurs étaient bien concentrés. Tu peux prendre les matchs d'une autre manière où tu fais Moubara tous les saïba avec des cartons, tu gagnes dans la difficulté si tu prends pas les choses très sérieusement. Donc alhamdoulillah, les joueurs vraiment ils ont été très très attentifs, très concentrés, très professionnels. Dari khdemtom donc on se tourne vers le prochain match, on va bien récupérer inchallah on jouera hna. تفادي البطاقات هي الهاجس تاع بالماضي يعني à chaque fois نشوفوا تعس لاعبيك تقول محاضر على البطاقات تخوف كبير من التحكيم يعني راكم تشوفوا مانيش باغي ندخل في هذا دخل هذاك الخوف في اللاعبين وكاع بصح ولكن تشوف شك تشوف صوالح انت تفوت بالخفي يخرج الاخور يهضر معاك الكاتريم اربيت يهضر مع التخوازيم اربيت هذه سي با دو لا بارانويا ولكن on doit faire avec. Inch'Allah, on fera le travail sur le terrain. Inch'Allah, il ne se passera rien et que tout le monde respecte. C'est les qualifications Coupe du Monde. Il n'y a plus de plaisanterie à voir. La course بدات المباراة القادمة أمام بوركينا فاسو تعرفوا مليح المنتخب عندك مباريات أكيد جمال بالماضي يريد إنهاء تأهل للمباراة الفاصلة في أقرب وقت أمام منافس أيضا هو اللي راح يلعب بكل أريحية بعد ما حقق الفوز خارج دي. Bien sûr, le plus tôt on peut se qualifier pour cette place de barrage, ce sera mieux. Mais ça va être un petit championnat avec 6 matchs. Et on veut terminer premier de ce championnat sur les trois mois à venir, septembre, octobre, novembre. لازم نوجدوا روحنا وهذه كاس العالم رانا فريمون كاع توت نوتر انفستيسمون توت نوتر طون توت اي بازي سور سي سور سيت سور سي كاليفيكاسيون. رانا باغيين نروحوا لكاس العالم على بالنا بلي ماشي ساهل بصح اون فار لو ماكسيموم. حاب الببليك يكون هنا في سانجي في ملعب تشاكر هذه النقطة السوداء مي فاكسيني برك هذا هو الشرط الان. ديجا قلنا افون يا موا ادمي او موا جوان بلوتو موا جوان كنت نهضر مع المسؤولين وقالوا لي سقسيت وطلبت باللي بالجمهور يجي الملعب داروا لا دوموند على لا فيفا سايتي جو كرو سايتي ريفوزي يا ان اكور اونتر لي لا فيفا اي لي بوفوار بوبليك وهذه الاخر دونك نصبروا احنا يصبروا الشرط هو لا فاكسيناسيون برك نداء من جمال بالماضي باش يكونوا حاضرين. خويا انا ما نديش لا بوبليسيتي تاع هادو صوالح كل واحد لا لازم بيان سور لازم لنا
وفي اتونسيون هذيك الوباء وفي تو تو نيسيسير وان شاء الله يجي يجي نهار يجي الوقت اللي ان شاء الله يفون فينير و سو دي بو ماتش وحنا فريمون جوي ايماجيني فو جوي دي ماتش ici partout n'importe où تشاكا على بالنا باللي سي با لو سي با لو ميور لا ميور بلوز لو ميور ستاد بصح يا اون هيستوار ici على هادي لي جوار زون فولو فينير على هادي المسؤولين حبوا با يجوا بحنا نجوا هنا بصح كل واحد لازم يجي يدير خدمته هادي سي سان ميساج على لا دانيير كونفيرونس دو بريس والناس لازم يكونوا سيريو لازم يحترموا هذا الفريق اللي يديروا كل واحد يدير خدمته اون اتونك سوبورتير يجوا دروك عندهم الكرسي تاعهم ان شاء الله اون فيفر دي بيل سواري ونستناو هذا الوقت ان شاء الله 5e كاليفيكاسيون.